Do all Muslims have to wear a beard? Do all Muslims have to wear a beard? Actually, no. Not the girls. <laughs> I mean, seriously, Sheikh, sure. don't you hate it when a girl's beard is longer than yours? Absolutely. Yeah, I'm, I'm with you. ماذا يا أبي كيف ستتعامل مع المسلمين وهم لا يؤمنون بالله كانت هذه هي ردة فعل داعية الذي وصل صوته لكل دول العالم الشيخ يوسف إستس كان هذا هو رده على أبيه حين أخبره أنه يجب أن يعقد صفقة تجارية مع أحد التجار وهو تاجر من مصر مسلم فهو لم يكن يدرك أن المسلمين يؤمنون بالله فكانت صورته على الاسلام جد مشوشه وبذلك رفض التعامل مع المصري المسلم ما دام انه لا يؤمن بالله حسب ما كان يتصور <applause> لكن بعد الاخذ والرد نعم. ابيه اشترط على والده ان اللقاء الذي سيجمعه بالمسلم يجب ان يكون في يوم الاحد بعدما يكون قد ذهب وعاد من الكنيسه واشترط على والده كذلك ان يلبس قبعة مكتوب عليها عيسى الاله قصة اليوم جد جد رائعة بقدر ما انها جد غريبة وغير متوقعة بتاتا فتابعوها معي، يوسف استس قابل التاجر المسلم وتعجب حين رآه، فقد وجده رجلا طيبا وفي مظهر يوحي بالاحترام والوقار، ولم يكن على نفس الصورة النمطية التي يعتقدها الغربي، فهو كان رجلا عاديا جدا ولحسن الصدف حاول الرجل المسلم ان يقدم ليوسف هدية، وهذه الهدية هي القرآن. فرفض يوسف لان الكنيسه امرته بعدم الاقتراب وقراءه القران مهما كانت الظروف فقراءه القران حرمته عليهم الكنيسه بشكل تام وهذا هو العبث مع كامل الاسف فالكارثه هي ان يمنعك احدهم من التعلم بمبرر فساد الايمان ولو كانت الكنيسة على حق ما منعت الناس من العلم والبحث والقراءة. على أي ترك الرجل المسلم القرآن على طاولة يوسف وذهب، وبعد أن تفحص المكان يوسف ولم يجد أحدا يراقبه قرب القرآن وبدأ يتفحص صفحاته، ثم شرع في قراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهنا توقف يوسف بحيث أذهلته وأعجبته الآية بشكل كبير وخاص جدا. يا لها من آية ودعاء عظيم، "اهدنا الصراط المستقيم". وعلى حين فجأة تذكر يوسف أنه اقترف إثما بحيث خالف أمر الكنيسة، وبدأ في قراءة القرآن الذي حرمته عليه تحريما، فدفع القرآن بسرعة بعيدا، وقد تملك الخوف والندم قلبه. لكن تلك الآيات القليلة جدا جدا التي قرأ كانت قد بثت في قلبه روح الإسلام لكنه لم يتخذ الخطوات الصارمة والثابتة نحو الحق غير أننا نجده قد حاول هو وصديقه القس أن يقنع المسلم ذات يوم بالمسيحية غير أن العكس هو ما حدث فما الذي حدث؟ بدأ يوسف في عملية جمع شتات أفكاره ليحاول هو ومن معه إقناع المسلم والمثير للضحك أنه وجد إنجيل الأب والأم والصديق وهو يختلفون من الواحد للآخر ولا يتطابقون وفي تلك اللحظة كان الرجل المسلم يشاهدهم بثقة وابتسامة ولحظة إذن سأل يوسف المسلم كم طبعة من القرآن لديكم فأجاب المسلم ليس لدينا طبعات وانما هو قران واحد فتعجب واستغرب يوسف استس من ذلك ودخل للبيت وقال لصديقه المسيحي بشكل حازم اريد ان اسلم الان جاهز لنطق الشهادة فرد عليه المسيحي انتظر لحظة فأخونا إبراهيم القس سيكون معنا والمذهل أن زوجته دخلت عليه بالحجاب وأخبرته أنها هي أيضا مستعدة لنطق الشهادة واعتناق الإسلام فنطقوا الشهادة في ذلك الصباح جميعا وبعدها أسلم أبيه ومجموعة كبيرة جدا من القساوسة الذين قابلهم الحمد لله أسلم يوسف وأصبح اليوم من بين كبار الدعاة في العالم ومن بين مشاهير العالم في مجال الدعوه وتبليغ رساله الحق للناس وفقه الله وثبت اجره واجر كل الاخوه هذه القصة للشيخ يوسف إستس من القصص التي تظهر لنا الكثير من جوانب الإنسان بالرغم من بساطتها فهي توضح لنا كيف يستقبل الإنسان الحق وكيف يؤمن به دون الكثير من الثرثرة الفارغة وهذه هي الفطرة السليمة والعقل السليم سبحان الله والحمد لله هذا كل ما في الأمر لا تنسوا الإعجاب للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم ولا تنسوا ان تعطونا رايكم في التعليقات نلتقي بكم اخواني اخواتي في فيديو قادم ومع قصه اخرى ان شاء الله الى حينها نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته